الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء دكتور افوس عمر بقى ما دكتور وشو سمعت نقرب منه باش حبيبي نفسك هتقع على فكرة دي غلطة في دي غلطة في ايوه تمام 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 صور بس ما خليه ها انا مصور انا كل عشان بالفيديو طول شوي عادي كده ماشي ايوه يا عم ماشي في البرسيه ماشي انت حر مش دعوه ظهر الهلوكة مظهر ده ايه اهو قدام ده احنا كنا معلمين الاسام حتى نصاب والمكان ده مش معامل يا اسمح مو يعني اللي ظهر فيه الهلوك ده مش معامل اي وطبعا المعامل ما ظهرش فيه الهلوك لا ما فيهوش لا محمد شوف اي حاجه قدام كده اكشف يا محمد نكمل كشف كده خلاص يا احمد خلاص ما تكشفش حاجه هنا طالع يانا هنا جديد بص يا استاذ محمود اهو انا جالي حولك اهو لا ما تقلعش حاجه ما تقلعش حاجه ما تقلعش حاجه لا لا جالي وجهي اضربك بيه كده 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 العوق بيطلع بالعوق هو ماسك على جدره جدره بيقول على جدره هنا عاوزين اعلى نسبة مشاهدة ليه تمام ونسبة في الفلوس ماشي وازيد من 1000 مشاهدة يبقى فيه مش زي اللي انت جالي حقوق انا شديتهم وخلاص برضو بعدين انت بتشده ده بتعجزه بس مش عايزين بقى حاجة عايز ايه بس اطلعوا لبرا مشكلة عايز بقى ايه قول حد صوت صوت يا الله اديني تعالوا كده أقول. طب انا عايز العكس عايز انا اللي حصار وانا واقف علشان النور يرجع عشان الشمس تجيب الهليج ده كده ماشي كسر بص بره كسر فتفت يلا درع الذهب ماشي يا دكتور استنى بقى عشان نجرب العرض
بس دي ارفع 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 عشان خاطر يبان ان ما فيهوش قرون. بس دلوقتي في قرون؟ لا ما فيهوش ولا الهوا. ايوه يبقى معروف بس ان الايه ان العود اللي فيها هلوك ما فيهوش قرون. بس اجل طول خلاص بطول ماشي. ما هو الهلوك ما فيهوش قرون. امسك بقى ده كده معاك.